السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برنامج كامتازيا بيخليني أقدر إن أنا أعمل فيديوهات بشكل حلو، بيخليني أنا أقدر أسجل الشاشة، بيخليني أقدر أسجل فيديوهات ليا، بيخليني إن أنا أقدر أعملها مونتاج. في برضه حاجة حلوة أوي إن أنا أقدر أعمل انتراكتيف، يعني أعمل دروس تعليمية ويتفاعل معاها الطالب، يوقف ينقل وهكذا. طب ده بيتم إزاي؟ ده بيتم مثلا إن إحنا نحط كام صورة صغيرة على إن هما زراير، مثلا ده تمام؟ ده مثلا هصغره كده مثلا اهو واحطه هنا تمام، وممكن اكرره تاني، ممكن احطهم كمان فوق بعض او بعدها بشوية زي ما انا عايز تمام. طيب عايز ابدا احط بقى الانتراكتف عليها، فهقول له انا عايز اخش على الفيجوال افكت واقول له انتراكتف هوت سبوت وابدا احطها هنا. طيب هنا بلاقي عندي ان انا ممكن اقول له ايه يو ار ال، يو ار ال يعني هيفتح لي موقع معين، يعني لو دوست عليه هخش على موقع معين تمام. طيب ممكن اقول له حاجة تانية، اقول له مل ال للوقت الفلاني، يعني ال دي لدي رقم كذا مثلا تمام. وممكن تقول له كليك تو كونتينيو، بالزرار ده هندوس عليه عشان نكمل. طيب خلينا كده اهو، واقول له انا عايز اعمل تيست تمام، فتح لي صفحة معينة تمام. ممكن تقول له لا ده انا عايز اعمل تيست لده بقى، تيست ينقل لي للثانية ديت تمام. خلينا نقول له دي رقم واحد تيست، ونيجي هنا هينقلك على الديه دي. طيب كده اتأكدنا ان هو شغال. طب لما باجي اعمل اكسبورت بقى لازم اخلي بالي، ليه بقى؟ لان انا عايزه يبقى سمارت، يعني الاعداد العادي اللي انا بعمله كل مره ان انا بصدر لليوتيوب بس، لا انا عايز اخليها سمارت. فممكن اقول له اد بريست وابدا اختار اني واحده من الويز سمارت بلاير تمام. طيب نيو تبدا تعمل واحده ثانيه باعداد ثانيه، المهم يكون سمارت بلاير. سمارت بلاير يعني اعملها صفحه اتش ام ال. طيب بعد ما اخترنا الاد بريست واخترنا مثلا دوت وقلنا له كلوز وقلنا له نكست، ممكن بقى تقول له صدر لي الكنترولر معاها، اكسبورت سمارت بلاير فايل. طيب لما بنيجي نعمل بقى اكسبورت هنا لازم نخلي بالنا ان انا اقول له حط لي فولدر لوحده، اورجنايز برودكت فايل انتو سب فولدر. ليه؟ لو سبتها هتلاقي الملفات دي كلها يعني كتير قوي، يعني لو حطيتهم على الديسك توب هتلاقيهم كلهم اتبعتروا، فانا لازم احطهم فولدر لوحده للتنظيم. فانا اقول له خلاص خليها مثلا اي اسم، المهم ان هم يكونوا في فولدر لوحده عشان اقدر اتحكم فيه. هو بقى يعمل لك ملف اتش تي ام ال وملف سي اس اس وملف جافا سكريبت وهكذا. اقول له فريش، خلال ثواني يبدا ان هو يصدر لي الفيديو ونقدر نروح نشتغل بيه عادي. وتعالوا نشوف دلوقتي الفيديو بتاعنا اهوت، صفحة اتش تي ام ال ونشغل الفيديو، بنلاقي اهو ظهر لي الشخص دوت. اول ما ندوس عليه بيبدأ يفتح لي الصفحة اهوت، وبعد كده بتلاقي الزرار تاني اللي هو يحولك على الدقيقة دي وثانية تقريبا. فانت لما تدي حد مش هتديله ملف اللي هو الام بي 4 بس، لا هتديله الفولدر كله تمام. هتلاقي نقلك على دي وثانية. طيب بس كده لا، في حاجات تانية كتيرة جدا ممكن نعملها. زي ايه؟ زي ان انت تحط اسئلة، يعني لو جيت هنا تحت الفيجوال افكت هتلاقي انتراكتيفيتي تمام، وممكن نقول له ان احنا عايزين نضيف كويز للتايم لاين بالشكل دوت. فهنا عند الثانية دي هتبدأ تظهر الاسئلة، ونقدر ان احنا نختار بقى نوع السؤال، هل هو مالتيبل شوز ولا فيل ان ذا بلانك، يبقى في صفحة فاضية يكتب هو فيها اللي هو عايزه، ولا شورت انسر يبقى في سؤال معين وفي
الإجابة إن هو يحطها true or false، تمام. فأنت ممكن تكتب أي سؤال، وهو بقى لما يجي يعدي كده يبدأ يظهر له إن في سؤال هنا، ويبدأ إن هو يجاوب السؤال. الفيديو يقف شوية لحد ما هو يجاوب السؤال. وبرضه نفس الفكرة في الإكسبورت، وإحنا بنعمل إكسبورت نتأكد إن إحنا مختارين سمارت بلاير.